مرحبا حبايبي، اليوم جايب لكم تحدي مرة قوي ومرة جبار مرة ممتاز. طبعا التحدي اللي كنت بنزله أول وجتني فكرة ثانية. التحدي الأول كنت بنزله بطلع شكيرة هذه اللي هنا وبطلع شوشو ويتهاوشون مع بعض وأعطيهم لعبة، واللي ياخذ اللعبة من الثاني هو الفائز. أما الحين غيرت شوشو ما نطلعها، هذه ما نطلعها، مع هذه التحدي القوي بيكون شكيرة والكلبين دول، هذول الكلبين. بس اسكتوا، دول يعني بيصير الوضع حماس مرة. كم كم جود بوي جود بوي كم كاتش كاتش جود بوي. اذا تبون يصير التحدي، بس يصير التحدي بين الاثنين وشفتوا كيف حماسي مرة. طبعا الكلبتين صوفيا، تعالي صوفيا كم كاتش، تعالي هنا صوفيا كاتش. كلبين ضد الأبوة، كيف بيكون مرة حماسي نار وشرار. إذا تبون التحدي ذا اكتبوا لي في التعليقات واعطوا المقطع ادعموا لايكات وابشروا بالتحدي. بنزل لكم المقطع ذا، إذا جاء دعم عليه بسوي التحدي مع اللبو والكلبين. طبعا في تحديات مع مستر شنب بنسويها مرة قوية مرة مرة قوية، بس نبي دعمكم. إذا شفنا الدعم منكم مرة جبار ومرة ممتاز أبشر والله بالتحديات. تعال كم كاتش جود بوي كاتش جود بوي كاتش 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 جود بوي. إذا جاء دعم منكم أبشر والله بالتحديات القوية. ولا تنسون الاشتراك وتفعلون زر التنبيهات حبايب قلبي.